بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم عن الرد على الأسئلة بتاعت حضراتكم. في أسئلة كويسة وفي أسئلة بصراحة قلناها مرارا وتكرارا، ولكن في ناس كتير ما بتبقاش واخدة بالها ومش عارف يعني ايه اللي بيحصل. المهم أخونا حكيم مش عارف سملالي ولا ايه بيقول كيفية استخدام حمض الفسفوريك في الأراضي الكلسية. شوف يا حكيم، هو أي حمض لازم يستخدم في أجهزة الري الحديثة، سواء الري بالرش أو الري بالتنقيط، وإحنا بنفضل الري بالتنقيط طبعا، علشان أول حاجة إن الري بالتنقيط أساسا ما بينزلش على النبات، وبالتالي لو في تركيز عالي من الأحماض ديت ما يعملش مشكلة للنبات. دي رقم واحد. رقم اتنين، إن الري بالتنقيط كل المشتملات بتاعته عبارة عن بلاستيك حتى بما فيها المحابس، فبالتالي ما بيتفاعلش معاها الحمض أيا كان يعني. تمام. في الأراضي الكلسية طبعا أفضل حاجة إن أنا أرجح لك حمض الفوسفوريك، ولو أنت بتروي بالسنترال بيفوت أو الرشاشات زي إخواننا الخليجة ما بيسموها، يبقى حضرتك ممكن تستخدمه بتركيز مخفف شوية، فبالتالي هتلاقي العملية ماشية معاك كويس. حمض الفوسفوريك بيكون ميسر في الأراضي الكلسية بخلاف مصادر الفوسفور الأخرى اللي هي قد تتعرض إلى ما يسمى بمصطلح استحالة الفوسفور في الأراضي الجيرية. ده مصطلح بنسميه احنا كبتوع اراضي، استحالة الفوسفور، لان الفوسفور اساسا بيبقى من صورة بيتحول من، لو انت حطيته بيبقى في صورة ميسرة بيتحول لصورة غير ميسرة نتيجة لارتفاع الكالسيوم كربونات، كربونات الكالسيوم، او نتيجة وبالتالي ارتفاع البي اتش بتاع التربة، فبتحصل له مشاكل وبيبقى في صورة غير ميسرة. غير ميسرة يعني ايه؟ يعني انت قدامك كيلو لحمة مشوي او مستوي، وكيلو لحمة محطوط قدامك كده، هو اصلا جه من عند الجزار كده، الاثنين قدامك، انا فيهم ميسر لانك تاكله اللي هو استوى والطبخ، ده اللي ممكن تاكله، اما التاني عمرك ما تقدر تاكله. هكذا العناصر الغذائيه بالنسبه للنبات، العنصر الميسر بياخده النبات على طول، العنصر غير ميسر لو قعد 100 سنه في الارض الا اذا حصل له تحولات نتيجه للتحولات اللي بتحصل كمان في التربه ممكن يكون ميسر. بيقول عندي بطاطس 80 يوم مبكر نحصدها ولا الدرانات صغيره من مهيب الركن؟ يا مهيب الركن انت بتخوفنا بمهيب الركن، بتفكرنا بصدام حسين. المهم يعني بطاطس 80 يوم، 80 يوم دي ما تتحصدش الا في حاله واحده، تمام؟ لان عندنا البطاطس بنحصدها بدايه من 105 يوم لحد 120 يوم، اللي هي زي حاجه زي البطاطس الاسبوند. ولكن في شركات بتستخدم اساسا متعامله مع الجليز زي انجلترا مثلا، في اعياد الميلاد بيطلبوا بطاطس بيسموها البيبي بوتوتو، يعني بطاطس صغيره كده اللي هي عند ال 75 او 80 يوم، بنحش العرش بتاعها ونسيبها تظلط في التربة 10 ايام ولا حاجه، وبنقوم شايلين البطاطس وبنوديها لهم احجام صغيره خالص، هم بيستخدموها في اعياد الميلاد وبسموها البيبي بوتيتو. تمام. ودي طبعا شركه اجروفود شغاله كويس جدا جدا فيها بقياده عملاق الزراعه اخونا الفاضل واستاذنا المهندس محمود الرويني. بيقول لدي هيومك اسيد وفلفك وعشب بحرية ومش عارف ويصلح للرش، مهم ليلة كده عاملها اخونا جوزيف مطر او يوسف مطر مش عارف. يا عم يوسف شوف، العلم كل يوم بيتقدم والمركبات بتتقدم، يعني في يعني مركبات ماجيك يعني ساحرة، فياريت حضرتك تشوف اللي مكتوب عليه. انا اولا رأيي الشخصي انا ما بستخدمهاش، بستخدمها ارضي، اما رشا لا انا بستخدمهاش بصراحة. ليه؟ لان هي بتعمل لي طبقة على الورقة، بتعمل لي مشاكل لإعاقة الورقة ان كان في التنفس او في الـ 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 ان هي تسدي لي الصغور بتاعة الاوراق، او بتعمل لي مشاكل في تكوين الـ 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 العناكب على الورقة. تمام. ولكن حضرتك شوف لو مكتوب عليها استخدمها، مفيش اي مشكل خالص. تمام. مع ان الافضل انك تضيف في ارض. ما هو اسم الخيار الشتوي؟ خيار الشتوي ده كان فيديو انا عامله السنه اللي فاتت، اخ بيسمعه بيقول لي ما هو اسم الخيار الشتوي. الخيار الشتوي يا سيدي اي نوع من الخيار، طالما شركه محترمه، طالما شركه محترمه، وحط تحت محترمه دي مليون خط، لو شركه محترمه اي صنف خيار شتوي او صيفي هينفع معاك وهيبقى زي الفل. اما لو انت يعني جبت صنف
كويس جدا واهملتم كان من حيث مكافحه الامراض ولا بالتغذيه ولا بالري ولا توفير الظروف الملائمه، عمره ما هيحصل له طبعا ان هو يبقى كويس، ده طبيعي يعني. تمام، اتجوزت واحده زي القمر كده وحطيتها في مكان منيل ب 60 نيله واهملتها، هي مكسوده معاها. في واحده كده ورفعت من مستواها حتى لو هي مش متعلمه وعلمتها وابتدت هتبقى زي الفل. هو كذلك يعني، عيش يا عمي، مش عارف اسمه ايه مش فاكر. المهم، زرعت خيار وطماطم تحت شبك اخضر هيتاثر ولا لا؟ الراجل زرع طماطم وخيار تحت شبك اخضر، انت ما قلتش بلدك ايه، لو في الامارات هينفع اعتقد. المهم اللي بيحكمنا في الحته ديت احمد يا زيدان هو حاجه واحده بس، اللي هي ايه حبيبي؟ اللي هي درجه الحراره بالليل شكلها ايه. بالنهار احنا نزرع اي حاجه في اي دوله من الدول العربيه، بس مشكلتنا بالليل اللي في صقيع ولا ما في صقيع. لو في صقيع يبقى مش هينفع خالص خالص خالص، والافضل انك تحط بلاستيك وتشيل الشبك اللي انت حاط. اما لو في بلد مثلا زي الامارات الجو بتاعها كويس في الصيف، ما فيش اي مشكل خالص انك تكمل معاها. عندي طماطم ملهاش عرش، ملهاش عرش، عمر او قمر، عمرو رضا او عمر رضا او قمر رضا مش عارف، او عمار، عمار اي ام ام اي ار، عمار رضا. عندي طماطم ملهاش عرش يا عمار، انت في حاجه، يا اما انت ما راويتش كويس، يا اما درجه الحراره، وانا بعتقد درجه الحراره، يا اما الملوحه عندك عاليه وبالتالي قالت للنبات اقف عندك ما تتحركش. شوف الحل ايه وممكن تصورها وتبعتها لي على الواتساب. ما هي المادة الفعالة للجذور والأوراق في الفيديو اللي أنا نشرته عن الأمراض الفطرية؟ طب بالله عليكم، ده البشير شو، البشير شو، تمام، بشير يبقى سوداني ممكن. ما هي المادة الفعالة للجذور والأوراق؟ طب بالله عليكم، أنا بعد ما, 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 ما بقول المرض وبقول اسمه وبعرض لك اسم المبيد وانطق المادة الفعالة، هقول لك إيه أكتر من كده؟ أقول لك إيه في الأمراض الفطرية أكتر من كده؟ هيميكسازول وسيوفات المصايل دول بالنسبة للأمراض الجذرية الجذور، والأمراض الأوراق عرضت لها كذا مادة فعالة موجودين وكذا مركب موجود في كل دول، بايفيدان موجود، التلت موجود، كل الحاجات دي، الأكواجين برو موجود، كل الحاجات ده هي موجودة وعندك في كل الدول. يا هندسة سعيد جدا ان في شخصيات زيك، نادرا جدا ما تطلع العلم اللي في راسه بدون مقابل، جزاك الله عنا خير، خاصة مهندس الزراعين. نين وليد عبد الرحمن، وليد عبد الرحمن انا ما بعملش حاجة بدون مقابل، المقابل من الله، وما كان ربك نسيا يا عم وليد، سيب على الله. وعلى فكرة وليد عبد الرحمن، أنا بيجيني والله الحمد لله كل يوم بيجيني وظيفة جديدة بأعلى المرتبات وفي جميع دول الوطن العربي، الحمد لله رب العالمين. فاعرف تماما أنك أنت طالما عملت العمل ده هو مع الله، فما تحتسبش، ربنا هيرزقك في الدنيا وفي الآخرة. فديا يعني حاجات بسيطة بنقدمها لخدمة لأمتنا ولديننا وللإنسانية عموما يعني، تمام، وللإنسانية عموما. حضرتك المبيدات دي موجودة في مصر وتنصحني استخدم ايه للبياض الزغبي صلاح رمادي؟ صلاح رمادي بعد ما هتيت كتير واتكلمت، انا اساسا الحلقه كلها كانت على البياض الزغبي لان هو اللي بيهددنا وبهدد عرش مملكه الخيار في كل دول العالم، هو البياض الزغبي، فما تتعبنيش معاك يا صلاح رمادي. ده موجود، ده احنا قلنا كل حاجه، ولكن نصيحتي ليك بقى طالما انت عايز النصيحه يعني واديني النصيحه، انصح حضرتك بانك انت اساسا ما تحاولش، وبنصح كل اخواني اللي بيزرعوا ما تحاولش ان البياض اساسا يقرب منك، مش انك انه يجي ويعلق وتعالجه، لا، يا ريت ما يقربش منك، يا ريت بالله عليك ما يقربش منك. وما يقربش منك ازاي؟ ريك بحكمه، التهويه بتاعتك كويسه، الرش مركبات فوسفور عاليه زي الماب زي الداب على النبات، هتبص تلاقي الورقة خشنت، كل دي عوامل بتساعد على ان هو ما يظهرش عندك. انا بقول لك يا ريت ما تسمحلوش بان هو يجي من الاساس، يعني ما يجيش وتقعد تساعد فيه. إذا جه بقى في عندك مركبات كتيرة، وطبعا الانفينيتو موجود عندك، وحاجة اسمها زامبرو في السعودية، وفي حاجة اسمها زيبرا، وفي حاجة اسمها الأكواجين بروم موجود ممتاز جدا، يعني كل الحاجات ده هي الأورتيفا برضو في السعودية كويسة جدا للبياض الدقيق وللبياض الزغبي عند شركة الياسين، يلا بتوع الياسين افرحوا. ايه نوع الخيار؟ برضو صادق لبي بقول لي ايه نوع الخيار يا عم سادي، الله يخليك. الخيار انا مش هقول لك في دولة معينة، والله كل دولة الخيار بينزل فيها
بكم مرشن نيم اسم تجاري، واحد بيحب واحدة زرع صنف خير كويس عايز يسموه صنف الخيار، الشركة بتجتمع نسموه ايه؟ نسموه أميري. طب نسموه، طب بالله عليك في صنف اسمه إنجي في السعودية، طب السعوديين بيسموه إنجي ما بيسموش إنجي، امال الصنف ده جه منين؟ اهو واحد زرع وجربه بقى كويس، كان بيحب واحدة اسمها إنجي ولا المدام اسمها إنجي ولا بنته اسمها إنجي فسمى إنجي. فعشان نقول صنف خيار معين في دولة لازم لا يا في 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 بيبقى في ال 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 بيبقى فيه البركود، بركود على كل ده البركود ده بيبقى الصنف على مستوى العالم كله، في اي دوله فيه البركود، بص على البركود وممكن تطلبه من الشركه اللي انت عايزه منها. اما في مصر في حاجه، والسعوديه في حاجه، في الامارات في حاجه، في كل دوله من دول الدول العربيه فيها اصناف معين. في اخونا اسمه ريبيرنج يعني مصلح ولا ايه يعني، ولا بصلح ولا مش عارف يعني. اتجاه البيت المحمي يكون ازاي يا عمي؟ اتجاه البيت المحمي الخلف بتاع ظهر البيت المحمي، ظهر البيت المحمي يكون من ناحية هبوب الرياح. يعني لو الرياح في السعودية بتيجي من ناحية تبوك يبقى ظهر البيت ناحية تبوك، تمام؟ ليه؟ عشان الهواء جاي. ليه بقى بيبقى كده؟ لعشان يساعدك في التهوية. طيب لو كان البيت عندك من البيوت المكيفة، انا اعتقد انه مش هيفرق معانا كتير، مع انه هتلاقي 500، احنا مخلي البيتين ظهرهم لبعض كده، ظهرهم لبعض زي ما شفت عندي، ظهرهم لبعض ماشي، بحيث ان بتبقى المسافة بينهم وبين بعض تقريبا لا تتعدى 5 متر بين البيت والبيت، النص بينهم كده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن الحوض اللي بيبقى فيه المية بتاعت التبريد. ولكن لو بيوت عادية حبيبي، لو بيوت عادية لازم ظهر البيت يبقى من ناحية هبوب الرياح، عشان لما تفتح الباب ده والباب ده الهواء يمر من خلال الفتحات اللي انت فتحها في البيت واخد لك الرطوبة وطلعها برة، تمام؟ وبالإضافة كمان انك تعمل فتحات جانبية. بنكتفي بهذا القدر، 12 دقيقة. شكرا لحضراتكم، وأتمنى ان احنا نكون استفدنا بالفيديو. شكرا لحضراتكم.